السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في المنجز الرياضي. تأهل فريق جمعيات الإعاقة الحركية وفريق الصم إلى المباراة النهائية لدوري خالد بن حمد الأول لذوي الإعاقة، والذي يقام ضمن منافسات النسخة الرابعة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ورياضة ذوي الإعاقة تحت شعار ملتقى الأجيال، وذلك بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة. وجاء تأهل فريق الإعاقة الحركية بعد فوزه على فريق صعوبة التعلم بخمسة أهداف دون رد، فيما تغلب فريق الصم على فريق جمعية الصم بسبعة أهداف دون مقابل. هذا وتقام منافسات البطولة على صالة الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين بمدينة عيسى الرياضية. دوري لمراكز الشباب الرياضية تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين. دوري راح يحاول أن يدمج الشباب مع المجتمع، أن يخرج من الشباب من ببطولة حبية تعارفية بين الشباب، بين المراكز، بين مدن مملكة البحرين العزيزة. فهذه المبادرة حقيقة احنا في الجامعة الخليجية نثمنها ونرعاها ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، نتمنى نشوف مشاركة من جميع المراكز وتفاعل بين الشباب إلى أن يوصلوا إلى الهدف المنشود من هذه البطولة، هي خلق المحبة والمودة والسلام بين جميع مراكز الشباب في مملكة البحرين. نعتقد أن الدول الراقية، الدول المتقدمة، هي الدول التي تهتم بهذا القطاع بالذات، قطاع أصحاب الإعاقات بكل أشكالها، لأنه مثل ما قلت أنا يدل على أن هذا المجتمع مجتمع متحضر، يدل أن على هذا المجتمع واعي للكثير. كل الشكر والتقدير لسموه الشيخ خالد على لفتته الإنسانية والإيجابية للشباب، يعني الشاب البحريني محتاج لهذه الوقفات ومحتاج لمن يوقف معاه ويتابع ويشوف احتياجاته. حقيقة مشهور للشيخ خالد في هذه البطولات. نتمنى البطولة مو أول مرة، كل سنة تصير هالبطولة، وأشكر اتحاد المعاقين اللي ساهموا في هالبطولة ودعمونا الدعم الممتاز. نتمنى النجاح لكل بطولة إن شاء الله. عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان عن الخطة التسويقية لاستضافة بطولة كأس آسيا للشباب، والتي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحضور سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، حيث تم خلال المؤتمر التوقيع على اتفاقيات مع شركات وطنية من أجل تقديم كافة الخدمات اللوجستية لإنجاح هذا الحدث القاري المرتقب. يذكر أن اللجنة المنظمة العليا للبطولة كانت قد شكلت لجنة خاصة من أجل التفاوض مع الشركات الراغبة بدعم البطولة من أجل الظهور بأفضل صورة تعكس التطور لمملكة البحرين في كافة المجالات.